السلام عليكم خوتي اخواتاتي، مرحبا بكم في قناه مو تي في. مرحبا بكم في حلقه جديده وفكره جديده ان شاء الله. حلقه اليوم ان شاء الله هو كيفيه الاستفاده من البطاريات تاع الهواتف. اي تليفون تيكون عندنا تيخسرنا ما تلحوه، تلحوه مع هاد البطاريه تاعو. هاد البطاريات اليوم دور كبير، واليوم ونديرو بهم ان شاء الله الفكره زوينه، وتخدموا لشحال من حاجه، تخدموا بزاف د الحوايج هاد البطاريات هادو. اليوم غادي نوريكم على الطريقه ان شاء الله باش نستافدوا من هاد البطاريات. كما شفتو اخوتي هذا هو الباتري ديالنا، هو شفتوه ندير له الزيارة باش يزكنا. كما شفتو لهنا بركة، كما شفتو هو الفاز وهو النوتر، هاو كما تشوفو الفاز والنوتر، فيه الفاز والنوتر. تحتاجو عجوز سليكات هما، كما شفتو جوج سليكات. تنجيبو اللحام ديالنا، كما شفتو تلصقو الفاز مع الفاز، هاهو تلصقو النوتر مع النوتر. كما شفتو اخوتي تتكون عندنا بهاد الطريقة هادي، هي كما شفتو فيها الفاز والنوتر، البطارية هي هادي. ملي تنسى ملي تتسنى الشحن ديالها، ملي تتسنى الضو ما تيبقاش فيها، تنشارجيو بعديها. تنديرو بحال هكا الحمر مع الحمر، وهاد الكحل تنديرو مع الكحل، ها تنشارجيوها بالشارجو تاع التليفون. ها مستو الشارجو تاع التليفون هو، تنشارجيوها. تنشارجو بحال هكا تقريبا، نقسم تنقعدو قسام حتى لقسمين، قسمين تقريبا، و تنحيدو لهاد الشارجو هذا تقريبا قسمين، الا كترنا قسمين تنحيدو لهاد الشارجو هذا باش ما يتنفخش الباتري، لان التليفون تيكون فيه واحد بحال شكل التليفون، تتكون فيه التليفون تتكون فيه ديك الميزه تاع بانه تي كي تيتشارجا كي تيتشارجا هاد كي تتشارجا هاد البطاريه، تيتقفل عليها الضو اوتوماتيك من التليفون. احنا ما عندناش هيك الطريقه اوتوماتيك، تقريبا قسمين تنحيدو الشارجور ديالنا باش ما تنفخش البطاريه. الا تنفخات صافي ما بقاش خدام من والو، كي تنفخ البطاريه صافي راه تنفخ الباتري ما بقى خدام من والو. وشكرا لكم بزاف اخوتي، الا عجبكم الفكره ما تنساوش بارطاجيوها مع اصحابكم، وديروا سبسكرايب جيم، شي كومونتير زوين للتشجيع فقط. شكرا لكم، سلام.